انا لازم اعرف ايه اللي في بيتج تحت الارض ده، الفضول هيقتلني موت. ايه ده في تعويذ ورسالة؟ ايه الله، ما اخش اقرا التعويذة دي كده. شخ نخ بخ كده كخ، ايه كمية الشخاخ دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتقلب بجد ولا ايه؟ يا رب يا رب، انا عملت ايه في حياتي؟ انا غلبان يا بابا يا خادم رقم 13 جريل التوكا من تحت الارض. من اخر نفع على ايدك الشمال، انا عندي الشجره اللي قلمها الاخر، ما تخافش. لقد تم تحضيري بواسطتك عندما قرات التعويذه شخ نخ بخ كده كخ. وربنا ما شخيت، وربنا ما شخيت. طب ايه اللي اثبت لي انك عفريت؟ انت رحت فين يا عم؟ يا دي الليله السودا، انت رحت فين؟ ما تخافش، انا من الجن الطيب. اني اريدك معي تعمل كخادمي، تقدم فروض الولاء والطاعه. انا شكلي اعملها على نفسي. خلاص انا موافق، بس بشرط. اغمرني، تفجر لي الكليه. عز الطلب، احنا كنا كده رايحين المنوفيه قريب. البت نحمد يا حنين، اعتبرها اتشقطت. انت لو ما جيتش معايا هيفوتك نص عمرك. تحت في خمره ونسوان والدنيا هيصه. نسوان اديني يا عفريت تدربشني في جمجمتي، بتهرشني وتروشني بعود جبريل، وعلى هلاويسي بتلومني، تخدرني وتأمرني وتقلمني اذا حبيت.